اهلا بكم متابعي اليوم السابع من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه، وتحديدا غرفه التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس للتعرف على الحاله الجويه اليوم وعلى مدار ال 72 ساعه القادمه. بتشهد البلاد اليوم ذروه ارتفاع درجات الحراره، متوقع تصل العظمى على القاهره اليوم ل 33 درجه مئويه. الطقس بيكون خلال ساعات النهار حار على السواحل الشماليه للبلاد والقاهره الكبرى ومحافظات السواحل الشماليه وايضا الوجه البحري، كمان محافظات شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار ومع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لكن خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتبدأ تنخفض والطقس بيكون مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. أيضا اليوم كلنا شايفين بعض الشوائب العالقة أو الأتربة العالقة في سماء القاهرة الكبرى. الشوائب العالقة دي نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية وتأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بيعمل على حبس كميات الملوثات والأتربة في طبقة قريبة جدا من سطح الأرض. الشوائب العالقة دي بتؤدي انخفاض الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار. أيضا اليوم تكونت الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس. إن شاء الله متوقع من غدا يكون في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 6-7 درجات على كافة الأنحاء. إن شاء الله كمان يوم الأربعاء القادم هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة. يعني إحنا بنقول اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية. غدا متوقع تكون العظمى على سبيل المثال على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية. يوم الأربعاء هتتراوح ما بين 22 و 23 درجة مئوية. يعني احنا هنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وده بيرجع بسبب تأثرنا بامتداد لمرتفع جوي على سطح الأرض بيجلب كتلة هوائية شمالية غربية من جنوب أوروبا والبحر المتوسط، أيضا بتزامن مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بيعملوا وجود المنخفضين مع بعض أو المرتفع والمنخفض على انخفاض درجات الحرارة وخاصة الكتلة الشمالية الغربية. أيضا مع انخفاض درجات الحرارة اللي احنا نشهده هنبدأ نشهد نشاط للرياح. نشاط الرياح ده هيزود الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كمان هيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية شديدة على البحر المتوسط يوم الأربعاء. هتكون ارتفاع الأمواج يوم الأربعاء على البحر المتوسط هيتجاوز 4 متر. أيضا مع انخفاض كمان درجات الحرارة هنبقى في فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد غدا الثلاثاء. يوم الأربعاء هتبقى كل المناطق المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا، لكن الامطار اللي احنا نشهدها غدا وبعد غدا هي امطار خفيفه مش هتاثر اعمال الانشطه اليوميه. الناس بقت محتاره الجو حر ولا برد، شايفين ناس كتير النهارده بتقول لنا في اللايف ان الجو حر جدا، من كل المحافظات بيقولوا لنا في اسماعيليه الجو حر جدا، في اسيوط، في سوهاج، نفسر ده بايه ونطمن الناس نقول لهم ايه؟ هو الصيف رجع تاني ولا لا؟ هو بالفعل احنا خلال اليوم بنشهد ذروه ارتفاع كمان درجات الحراره، احنا من الاسبوع اللي فات بننوه ان احنا بنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحراره، ذروه الارتفاع كان بالامس واليوم وبتوصل العظمى على القاهره الكبرى على سبيل المثال اليوم ل 33 درجه مئويه، على السواحل الشماليه للبلاد 31، طبعا على محافظات جنوب البلاد بتوصل ل 35 درجه مئويه، فاحنا تقريبا درجات الحراره فعلا اليوم مرتفعه. المسجله ولا المحسوسه؟ لا دي درجه الحراره المتوقعه المسجله، طبعا المحسوسه كمان مع وجود التعرض المباشر لاشعه الشمس بتبقى اعلى من القيم اللي احنا بنقولها دي درجه الحراره المتوقعه. طبعا ده بسبب ان احنا دايما بنقول ان احنا متاثرين بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، كمان في مرتفع جوي بيجلب كتله هوائيه على سطح الارض الجنوبيه بيعملوا على رفع درجات الحراره اللي احنا بنشهده، ده طبيعي جدا في فصل الخريف. فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه بين انخفاض وارتفاع في درجات الحراره. احنا خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار في اختلاف كبير جدا بدرجات الحراره بيوصل لاكثر من 12 درجه مئويه. من بكره بقى الوضع هيكون عامل ازاي والانخفاض هيكون عامل ازاي؟ ان شاء الله من غدا هنبدا نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحراره زي ما بنقول بحوالي 6 قيم تتراوح من 5-6 درجات على شمال البلاد والقاهره الكبرى وشمال الصعيد، يعني متوقع غدا تكون العظمى على القاهره الكبرى 27 درجه مئويه، ففي كده يبقى من غدا في انخفاض في درجات الحراره. ايضا على كافه المحافظات ولا على محافظات لا على طبعا المناطق المطله على البحر المتوسط، السواحل الشماليه شمال البلاد، القاهره الكبرى شمال الصعيد، هيظل لسه جنوب الصعيد مرتفع غدا، بعد غدا شمال جنوب الصعيد هيخش معانا في انخفاض درجات الحراره، لان احنا بعد غدا كمان هنشهد انخفاض اخر في درجات الحراره هيكون على كافه الانحاء وهيكون ملحوظ، لان هيكون مصاحب ليه كمان نشاط للرياح، نشاط الرياح ده هيؤدي المزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحراره.
الناس محتارة تلبس بقى ايه، لابس ايه، تلبس حر، تلبس شتوي ولا تلبس صيفي، نقول لهم ايه؟ احنا دايما بننوه بقالنا فترة يا جماعة مش عاوزيننا نخدع بالطقس الدافي خلال ساعات النهار والطقس الحار خلال ساعات النهار، لان خلال ساعات الليل احنا بنبدأ نشهد انخفاض في درجات الحرارة خاصة الساعات المتأخرة الليل والصباح الباكر. فاحنا ممكن خلال ساعات النهار لابسين ملابس خريفية، لكن في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل مرتدين ملابس شتوية. من غدا زي ما بنقول في انخفاض في درجات الحرارة، وتحديدا كمان هيبقى ملحوظ يوم الأربعاء، هنبدأ نرتدي الملابس الشتوية خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. يعني نقول الناس ما يعني مش عاوزينهم ينخدعوا، لا مش عاوزين الناس تنخدع بارتفاع درجات الحراره، لان ده هيبقى ارتفاع اليوم بس، وبعد كده ان شاء الله من غدا هنشهد الانخفاض، فمش عاوزين نغير نوعيه الملابس لان ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد. الناس يعني بقى لها يومين كده شايفين تراب في الجو، الجو مش حلو، برضه بيأثر على اصحاب الامراض التنفسيه. التراب اللي في الجو ده سببه ايه وهيستمر معانا لحد امتى؟ التراب الموجود في الجو ده هي احنا بنسميها الشوائب العالقه، او بتفسير اضع اتربة عالقه في الجو، ده بسبب ان احنا متاثرين باستقرار في الاحوال الجويه، متاثرين بالتسخين، احنا عندنا في رفع في درجات الحراره، كمان معاه مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي ده بيحبس كل الملوثات وكل الاتربه اللي موجوده من التربه المفككه في طبقه قريبه من سطح الارض، فاحنا كلنا شايفين الاتربه والملوثات الموجوده في طبقه قريبه من سطح الارض اللي احنا بنسميها الشوائب العالقه او الاتربه العالقه، دي بتعمل على انخفاض الرؤيه الافقيه، ده مع ارتفاع درجات الحراره، لكن ان شاء الله من غدا هتبدا الاتربه العالقه دي تنتهي من سماء القاهره وبعض المحافظات مع انخفاض درجات الحراره. الشبوره هيكون اخبارها ايه بقى الفتره اللي جايه، خاصه احنا قلنا يعني مش هيكون فيها امطار، يعني بعد فتره بعد الاستقرار الرسمي الاخيره الشبوره هيكون وضعها ايه، وهل الفتره الجايه متوقع سقوط امطار تاني ولا لا؟ احنا قلنا ان في امطار من شويه، كنا لسه بنقول ان في مطر على المناطق من السواحل الشماليه للبلاد، تحديدا نقول السواحل الشماليه الغربيه غدا الثلاثاء، السلوم، مطروح، ممكن تمتد الى اسكندريه. يوم الاربعاء هيبقى الامطار على السواحل المطله على البحر المتوسط كلها، مطروح، السلوم، الاسكندريه، بورسعيد، رفح، العريش، لكن الامطار اللي احنا نشهدها الثلاثاء والاربعاء دي امطار خفيفه تماما، مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه، الناس هتفرح بيها وتبقى اجواء خريفيه. ايضا الشبوره لسه مستمره معانا، هتبقى خلال ايام دي شبوره مائيه في الصباح الباكر وفي الساعات المتاخره من الليل. هل ده اخر ارتفاع درجات الحراره، خصوصا ان احنا فاضل اقل من شهر على فصل الشتاء، ولا متوقع ان ممكن يحصل ارتفاعات ثانيه في درجات الحراره؟ لا بالفعل احنا لسه في زي ما انت حضرتك بتقول، في احنا لسه اقل من شهر على فصل الشتاء، فصل الشتاء هيبتدي 21 ديسمبر، احنا لسه في فصل الخريف، وارد جدا يحصل ارتفاع في درجات الحراره، هتبقى ان شاء الله بقيم مش عاليه قوي، يعني مش هنوصل للارتفاع اللي احنا شاهدناه اليوم اللي 33 على القاهره الكبرى، ممكن الارتفاع اللي احنا نشهده ده يبقى يوم واحد بس، فوارد جدا يحصل ارتفاع في درجات الحراره، بس المده بتاعته هتبقى مده قليله باذن الله. اسكندريه هيكون عباره ايه، خاصه ان يعني عارفين ان اسكندريه طبعا يعني الناس المهتمه تعرف الجو هناك عامل ايه، خاصه ان هي تبقى اكتر المحافظات اللي بتتعرض للحالات عامه من الاستقرار. خلال الايام اللي جايه ان شاء الله بنشهد على الاسكندريه والمناطق المطله على البحر المتوسط انخفاض في درجات الحراره، درجات الحراره هتتراوح على الاسكندريه وبعض المناطق الغربيه من البلاد هتتراوح ما بين ال 22 ال 20 وال 22 درجه مئويه، يعني درجات الحراره منخفضه، اجواء خريفيه. ايضا هيبقى في فرص لسقوط الامطار على الاسكندريه، بس دي امطار خفيفه تماما، تبقى اجواء خريفيه هنستمتع بيها، مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه. النصائح اللي هو المواطنين بقى خلال الايام اللي جايه نقدر نقول لهم ايه بالتحديد؟ طيب احنا اهم النصايح ان احنا مش عاوزين نخدع بارتفاع درجات الحراره اللي احنا بنشهده، مش عاوزين نغير نوعيه الملابس ان احنا نخفف خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل نتقل بسبب انخفاض درجات الحراره، ممكن خلال ساعات النهار نرتدي الملابس الخريفيه، لكن خلال ساعات الليل درجات الحراره ما زالت منخفضه وهتشهد انخفاض خلال الايام اللي جايه، فمش عاوزين نغير نوعيه الملابس، نبدا نرتدي الملابس الشتويه خلال ساعات الليل وخلال ساعات النهار، لان احنا تغيير نوعيه الملابس كلنا عارفين ممكن يصيبنا بنزلات البرد. ايضا مع وجود بالعلاقة اللي احنا ملاحظينها دلوقتي في سماء القاهرة او وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، السادة المسافرين على الطرق وقائد المركبات توخي الحذر والقيادة بهدوء تام، واهم نصيحة دايما بنحب نقدمها للسادة المواطنين هو متابعة كافة النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعرف حالة الجو ايه قبل ما انزل من بيتي عشان اتعامل مع الظروف الجوية المختلفة. بشكر حضرتك، شكرا. شكرا.